شبابي هنا في المكان دون، قضيت فيها سنين عمري كلها، قعدت خالتي فيها شابة شعري شاب فيها دلوقتي. أنا دلوقتي بقول بخاطب الرئيس، ما بخاطبش أي حد تاني في الدنيا، يا رئيس إحنا أيدناك وقلنا عايزينك، أقف جنب الغلابة، أنصر المظلومين، هات حق عمال شركة النيل كلهم، كلهم بيقولوا لك حقنا في رقبتك يا رئيس. جلال زربة شغلنا كلنا هنا زي العبيد، كنا بنشتغل وبنقول حاضر ونعم، محدش أثر في حق من حقوق شركة النيل، بنشتغل بما يرضي الله، محدش كان بيغيب، محدش كان بيخرب في العمل، كلنا بنشتغل بعملنا، كلنا بنأدي واجبنا على أكمل وجه، ده يبقى جزات كل العمال دي إنها تشرد في الشوارع، كلهم ولاد غلابة، كلهم فاتحين بيوت وعندهم أطفال وعايزين يربوا ولادهم بما يرضي الله، أقف جنبهم يا ريس، جيب لهم حقهم من راجل الأعمال جلال زربة، مش بنطالب غير بالحق، إحنا عايزين الحق والعدل، مش عايزين غير الحق والعدل، إحنا لا بنخرب ولا بنقف في الطريق ولا بنقطع الطريق ولا بنقطع طريق، احنا واقفين بنعتصم في مكاننا، بنقول احنا اهو احنا موجودين، احنا عمال شركة النيل عايزين حقنا. يا ريس انا بحب شركة النيل قوي، بحبها عشان حاجة واحدة يا ريس، قعدت فيها عمري كله وربيت ولادي منها. انا دخلت في الشركة دي اصبر يا انا دخلت بس يا ريس انا دخلت الشركه دي وانا كان اصغر عيل من عيالي 3 سنين واكبر عيل 15 سنه، عملتهم ربيتهم وكبرتهم وطلعتهم مواطنين صالحين في المجتمع، علمتهم كلهم وخرجتهم من الجامعات منين؟ من شغلي وشقايا وتعبي في شركة النيل. يا بيه احنا عايزين مش عايزين غير حقنا.